السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نرى أفراد بالغة من الجراد تتغذى على نباتات الذرة، وبالطبع الجراد بيمثل هنا آفة، رغم أن الجراد ممكن أن يتم التغذية عليه، يعني في بعض الدول بتتغذى على الجراد نفسه، أما هو عندنا في مصر بصراحة هو آفة. آفة بيقضي على العديد من المحاصيل، ويمكن نصب شباك له وصيده والتغذي عليه، لأن هو مغذي وكائن حي مغذي. فإذن هو في مصر آفة بنعاني منه، والآفة شيء بغيض، والآفة هي النبات أو الحيوان الذي يسبب أذى لكائن حي آخر. فهنا الجراد إما يتغذى على نباتات الذرة فهو بالنسبة لها آفة. السوس إما يتغذى على القمح فالسوس بالنسبة للقمح أو الشعير آفة. يبقى الجراد والسوس حشرات تعتبر آفات بالنسبة للمزارعين. الجراد يأكل المحاصيل كما نرى في الصورة، الجراد يتغذى على الذرة، والسوس يتغذى على الأطعمة التي تم جمعها وتخزينها كالقمح. جدير بالذكر أن الجراد من الحيوانات اللافقارية التي ليس لها عمود فقاري. وشكراً.